الشوكولا. جيبي لي السكر يا هان. راه سمبيب. انا اخترت الحنة لانها من تقاليدنا عاداتنا. زينة المرأة عندنا هي الكحلة والحنة والملح. رايك لين حكم ذي قربلت؟ ذي القربلت اللي نديرو في الحلبس باش نعود الحني بيه. عدلوا الحنة جون على العلايات لمؤخرة المناسبات عدلوا تتحنى والمناسبات وعندنا العلايات تعود واحدة مرابعنا تتحنى ونتعود واحدة جوزها كالما وحاضر تتحنى ملي تعود حجة ونتحنى المرين تعود قايسة مسابها. درتها منين قررت درتها في الحلبس وين جار ها السكر الصوص نقولوا له نحنا ناخذ منين توفى من نخطو نديروه فوق باش نعطيكم طريقة تقاليدنا عندنا كيفاش نخطو المرأة تعود بارز. لا مرحبا هي لاباس ياك الخال الله شنو الله توجدت الحمد لله لا وتو بسم الله خزينة ما تفتش عندنا مختلفة خلق العرايس طوال خلق عصاك حنة العرس واحدها باش تعود مفتصلة بين المرأة طفلة الصغيرة والمرأة اللي عنها طفلة العرس تعود حنة طويلة ما أعرف على العرس تعود حنة ثانية هذا السكر والماء راح نكون ذوبه حتى نديرو هناخدو بابي ونديرو قالب باش ما تتخلط الحنة
زينة عندي ومنين عاد أنا يعني فرحانة ومستراحة لأني معدلة مهيبة نبغيها أنا راسي لأني أنا ما قريت ونبغيت نعدلها راسي ونعدلها في مكان أهلي.